الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبل ريق العيدان المصلوبين في النار عطف علينا وطل يعني تستسلم لفرج يا شهدي بيه ابدا تاخد حقها على داير مليم قصدك تبيع الارض ما انت عارف يا شهدي يا اخوي ام جمال دماغها ناشفه زي دماغ فرج تمام ايوه بس الفلوس تلين حجر بقول لو خدت مبلغ كبير اكبر من قيمه الارض بكتير قوي وحطيته في البنك هتعيش من الفايده معززه مكرمه وتقدر تتفرغ لتربيه حفيدها وتبعد عن النار اللي عايشه فيها هي فكره معقوله يا شهد بيه بس الراي في النهايه لازم يكون راي ام جمال نفسها احنا مش هنقدر نخصبها على حاجه هي مش عايزاها احنا مش عايزين نخصبها احنا عايزين نقنعها وافتكر ابراهيم احسن واحد يقوم بالمهمه دي هحاول يا شهدي يا اخوي هحاول بدل وجع الدماغ اللي احنا فيه ده بس رسيتوا على بر احنا عاوزين نغرح الغيط اياه بالميه تدفع 600 جنيه مقدما و300 بعد ما نخلص العمليه ما فين الاكراميه بتاعتنا يا معلم الله يا سردة احنا اللي هنعيده نزيد ولا ايه بنعمل لك ديسكاونت 10% يعني بدل ما هاخد باكو هاخد 900 جنيه دي العملية كلها مجرد فتح مصرف على الغيط لما هي سهلة كده ما تعملوها انتوا وتوفروا فلوس مش جوحة اولى بلحم طوره مش قصده يا معلم مش قصده عشان افهمكم الحكاية من طقطق لسلام عليكم العملية مش عملية فتح مصارف لا ده اللي بعد الفتح اهم من الفتح نفسه مش فاهم عليك نور الاعتراف بالحق فضيلة افهمك المياه لما تتفتح على الغيط محتاجه حراسه لحد الغيط ما يغرق والحراسه خطر على رجالتي واحنا غربه مش من البلد دي يعني اي واحد يشك فينا احنا بنخدمكم لوجه الله اصيل يا معلم اصيل ربنا يخليك لينا يا معلم قبل ما يخليني حط ال 600 جنيه قدامي مش ممكن على جدتي يا ام جمال ده انا جاي اكلمك من عشان يعني انت مبسوطه من وجع الدماغ اللي احنا فيه دي بقى بدل ما تقفوا معايا جايين تبيعوني ارضي علشان فرج يخلص عليا انا وسمير زي ما خلص على جمال يا ام جمال احنا ما تاخرناش عنك في حاجه كل اللي احنا عايزينه راح بالك وهدوء سيبك خلاص خلي فرج ده يلزم حدوده والا انا بقى اللي هخلص عليه زي ما خلص على جمال ولدي خلاص يا ام جمال
بس لعلمك انا مش جاي اغصبك على حاجه. اذا كنت انت مصره انك تخلي الارض معاكي خليه، واحنا هنبقى وراكي باللي نقدر عليه. فلتك بعافيه يا ام جمال. مش قلت لك يا رضا ان الست دي حاطه راسها براسي؟ نسوان اخر زمن. انا بقى مش هيهدالي بال الا لما اكسر راسها. انا كنت عارف ان هي هترفض، يعني كل اللي عملوه انهم زلوني قدامها رايحين يترجوها وبترفض، وتلاقيها فاكراك انك انت اللي باعتهم. عندها حق طبعا، بعد ما سيبنا شويه العيال التلامذه ينتصروا علينا. عموما ملحوقه، بكره زلط يبعت رجالته علشان يقوموا بالواجب. ام جمال انا هروح اجيب الاستاذ ناجي ونروح نقفل الميه. ناجي بقى زي قلته، من يوم ما جه ما عملش حاجه ومش هيعمل حاجه، وفرج نزل دفع فيا وهو عمال يوعز يوعز. سيبوني سيبوني. اسيبك ازاي يا ست ام جمال؟ يموتوكي في البلد. بقولك سيبوني يا ست ام جمال. تعالي عندي في البيت استريحي، انا هلم اهل البلد كلهم ونروح نقفل الميه. تعالي عندي في البيت استريحي. تعالي تعالي يا ست ام جمال. البلد مولعه وانت ولا انت هنا؟ يعني عاوزاني اعمل ايه؟ ما تولع ولا تتحرق؟ وانا كنت خدت منها ايه؟ اصل الحكايه مش بعيده عنك، دي ارض ام جمال اللي انت عايز تاخدها النهارده قبل بكره. لما اخدها وابقى المسؤول عنها تبقى تهمني، لكن طول ما هي مش بتاعتي ما تهمنيش. ان شاء الله تولع. عيبك يا فرج انك بتستهتر بذكاوة الناس، واولهم انا. كل البلد عارفه ان انت اللي اجرت المقاطيع دول عشان يغرقوا ارض ام جمال. الحكايه مش حكايه كلام، ما دام مفيش دليل يتكتموا ويسكتوا. طب سيبك من الناس وربنا يا فرج، ما انتش خايف منه؟ انت هتوعظيني زي ناجي اللي عاوز يعمل لي فيها قديس؟ لما يجي يوعظك مره تانيه قولي له حركاته القرع دي ما بناكلش منها. اوعي كده. يعني كلنا نروح، واحد بس هو اللي يقعد هنا عشان يتكلم. انا قصدي واحد واحد يا بني ادم، كل واحد فيكم هيقول بقي كلام. اتكلم انت، ايه اللي شفته بالظبط؟ دول شويه مقاطيع مش من بلدي جم وغرقوا غير الست ام جمال. وايه كمان؟ واهل البلد متجمعين هناك وهتحصل مذبحه. ايوه مذبحه دي فيها ماء. الو الو يا مركز. ايوه قال السور مجاهد من نقطه الشرقاني، بلغ الاشاره دي. مطلوب قوه امن فورا، في عصابه هتنزل ذبح في الاهالي. الموضوع خطير ولازم سعاده الباشا المامور ياخد بيه علم على طول. مع السلامه. أخيرا وقعت يا زلط. يا سعادة الباشا أنا ما عملتش هاتوا حاجة، لا مؤاخذة أنا كنت ماشي في أمان الله، لا بيا ولا عليا، قلت أشم شوية هوا، ما كنتش أعرف إن ممنوع يا باشا، لقيت البوليس قبض عليا. لا ظريف. عشت يا باشا. هتهزر ولا إيه؟ قول لنا مين اللي حرضك؟ محدش حرضني يا باشا،
الكذب خيبة عشان انا ما عملتش اياته حاجة. يا زلط يا زلط، التهمة نفسك من راسك لرجليك، وفي بدل الشاهد 10. عايز تدخل السجن وتقضي بقية عمرك فيه ماشي، انت حر. يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا مظلوم، ما عملتش اياته حاجة، احلف لك بايه بس يا باشا؟ قالوا الحرام احلف الجلك الفرج، وخلي بالك قوي بقى من الفرج دي. سلمي جاهز افندم. يا باشا خده على الحبس ما دام عايز يشيل التهمه لوحده هو والمقاطيع اللي معاه. ده انت يا جربوع يا صايع، فاكر نفسك هتضحك على سعاده الباشا؟ امشي بره قدامي. مظلوم مظلوم يا عالم. الكلام ده بقوله في المحكمه وانت مشرف في القفص. انا هقول على كل حاجه سعاده الباشا اذا كان ده هيخفف الحكم عليا. طبعا المحارب هيشيل عنك كتير. اذا كان كده بقى لا مؤاخذه يا سعاده الباشا، انا اللي هقول لسعادتك على اللي حصل. لا مؤاخذه، انا ما اتدبستش فيها لوحدي. شفت شفت ازاي لحقت نفسك؟ كنت هتضيع نفسك على اخر لحظه. اياك يكون اللي حصل امبارح درس الفرج عشان يعرف ان الدنيا مش فوضى. فرج ده شرير ومجرم ومش هيرجع الا ذات ساجه، وعرف ان الله حق. اهل البلد بيقولوا ان لو في رجاله بصحيح كانوا كسروا شوكته. يعني الاستاذ ناجي ما قالش حاجه من ساعه ما عاد. هتكلم اقول ايه؟ ما احنا خلاص كل واحد مننا بقى بوليس ونيابة وقضاء. احنا بنقول اللي حصل يا استاذ ناجي. انا رأيي ان احنا نسيب ربنا يعمل عمله. ربنا وحده هو اللي بيعلم بسرائر البشر كلهم، واحنا كبشر ما احناش احسن من فرج. كل واحد فينا عنده نقطة ضعف ومحدش غيره يعرفها. ده كلام كبير يا استاذ ناجي، اتهام يعني. صدقني لا اتهام ولا غيره، انا بس اقصد ان احنا بلاش ندين الناس. ناس ايه بس يا ناجي؟ احنا بندين فرج، وفرج من صغره قلبه مليان غل وشر. المسيح قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، لانكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكي الذي به تكلون يكال لكم. يعني كل واحد يبقى في حاله وملناش دعوة بحد، لا نتهم حد ولا نشنع على حد ولا نتكلم عن حد. صح كلام ايه ده يا جنيدي؟ ده مش كلامي، ده كلام الاستاذ ناجي. ولا كلام الاستاذ ناجي، ده كلام المسيح. المسيح قال لماذا تنظر القضى الذي في عين اخيك واما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ كيف تقول لاخيك دعني اخرج القضى من عينك وهل خشبة في عينك؟ يعني عايز اشيل الوساخة اللي في عينه. يا مرائي اخرج اولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القضى من عين اخيك. صح. ايوه كل واحد يبص لنفسه بس، ملهوش صالح بالتاني. يعني الغلط اللي غلطه فرج ما يديناش العذر ان احنا نغلط، ولا انتوا عايزين تبقوا زي فرج؟ احفظنا يا رب. احنا فين وفرج فين؟ يا سلام. ايوه كلنا بقينا ملايكة، بقينا ملايكة اوي يا ولاد. في يوم
من منكم بلا خطية؟ حد فيكم يا جماعة من غير خطية؟ مفيش حد من غير خطية. الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. داود النبي بيقول كلهم قد ارتدوا معا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فعلا يا أستاذ نجي، مفيش ولا واحد معصوم من الخطأ إلا المسيح بس هو اللي قال عنه الكتاب المقدس لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش ولا خطية. يبقى كل واحد فينا من يوم رايح يطلع الخشبة اللي في عينه قبل ما يدور يطلع القشة اللي في عين أخوه. تمام كده، المسيح بيطالبنا ان احنا نغفر لغيرنا ونسامحهم مهما عملوا. المسيح قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله ايضا في المسيح. لا لا لا، ده تعجيز بقى استاذ ناجي. في حد يقدر يعمل كده؟ ايوه يقدر، بالمسيح يقدر، بقوة المسيح وغفرانه نغفر لبعضنا. في غفران اعظم من كده؟ ده صعب يا ناجي، صعب صعب يا ابني، ده ضد طبيعه البشر، ضد طبيعه الشر يا خالي. وانت السابق اقوى سلاح لمقاومه الشر هو الخير. هو صحيح صعب، لكن لازم نحاول. نحاول ايه يا استاذ ناجي؟ نحاول ننقص فرج ونسامحه. تفتكر زلط حاول يغرق ارضه من جمال ليه؟ ايه اللي بينه وبينها عشان يعمل كده؟ هو ما تسالها حضرتك، دي حاجه تخصهم هما الاثنين يا سعاده البيت. بقول لك ايه، شغل الاستعباط والاستهبال ده مش عليا. لعلمك احنا عرضنا زلط على ام جمال، لا هي عرفته ولا هو عارفها. يا سعاده البيت، حضرتك ليه بتكلمني انا في الموضوع ده؟ انا ما اعرفش عنه اي حاجه. وما تعرفش حاجه عن البنادق اللي عليها بصماتك انت ورضا؟ لا يا سعاده البيت، انا ما انكرش ان البنادق دي بتاعتي انا ورضا، لكن اعترفت انها راحت مني. ورخصها فين؟ ما ضاعت يا سعاده البيت. وما طلعتش غيرها ليه؟ قله فضاء بيه، مشاغل بقى. بقول لك ايه، انا مش هضيع وقتي معاك اكتر من كده. لعلمك كون زلط ورجالته مشبوهين، شهادتهم هتبقى باطله. خد يا سلم جاد الحاج شويه. انا متحبسها يا سعاده البيت، انا عاوز محامي، انا مش مجرم. هنجيب لك محامي، كل الاجراءات القانونيه هتمشي صح. خد يا سلم جاد الحجز. انا مش مجرم يا سعاده البيت، انا عاوز محامي. يا فرج انا عاوز محامي يا فرج. انا متحبسها التهمه لابسه فرج ومش بعيد ياخدوا رضا يابا. يا ما قلت الرضا، ابعد عن فرج وعمايله، ادي نتيجة عدم سماع الكلام. ده محدش ودى فرج في داهية غير رضا، عمال يزن على ودانه وكل ما يهدى يولعه. يابا فرج عمره ما كان يعرف زلط من الاشكال دي. يعني رضا قص الفساد؟ يابا انا سمعته وبني هو عمال يوزه. يوزه؟ وما قلتليش ليه؟ كنتش فاكرة الموضوع جد، رضا طول عمره هكبار. ده لو اهل البلد شهدوا مع فرج، شهادتهم دي هتلغي شهادة رجالة العصابة. طب الرابع المستحيلات يابا، محدش منهم طيب. يا جماعة أنا متأكد إن فرج لو حس إن إحنا واقفين جنبه في محنته لازم هيتغير من جوه. طب ندي فرصة للخير ونشوف الخير هيعمل إيه. أنا شايف إن إحنا مش هنخسر حاجة لو طبقنا كلام المسيح. نخسر؟ نخسر إيه يا عم إبراهيم أكتر من اللي إحنا خسرناه؟ البلد أيضا نار، العصابات ابتدت تهل على البلد وتهدد أمنها. أنا ما أقدرش أقف جنب الشيطان ده أبدا. ولا أنا لازم أقول الحق. طبعا لازم نقول الحق، الحق وبس. لا ندين ولا نتهم ولا نهاجم اي حد، نقول الحق وبس. انا معاك يا ناجي. يا سعاده البيه، انا عارف اهل البلد نفر نفر، المتهمين المشاغبين اللي انت بتقول عليهم دول ناس من حته تانية. وهل تنكر ان في خلاف ما بين فرج وام جمال؟ في خلاف بينهم يا سعاده البيه، بس خلاف عادي من اللي بيبقى بين اهل القريه الواحده، وهم لو فتشوا الورق شويه هيلاقوا نفسهم اهل واخوات. ايه السر اللي ما بين فرج وبقيه المتهمين؟ انا ما عنديش اي معلومات عن الحكايه دي يا سعاده البيت. هل لديك عقول اخرى؟
لا يا سعد البيه. طب اتفضل امد على اقوالك. انا عندي امان يابا ان المحنه دي هتفوق فرج. فرج جواه نضيف وعنده اللي عامل بيه جبار، ده عنده اطفال. عندك حق، كفايه انه متاثر بكلامه ده. لو انسان ماضي يابا ما كانش عمل اللي عمله. فعلا فرج انسان في الماضي بس مش شرير. الحقيقه سعاده البيه فرج انسان عاجز عن انه يكسب محبه اهل بلده. هو عنده عقده نفسيه متحكمه فيه، بس فرج انسان مش شرير. انا مش عايز تحليل نفسي، انا عايز المعلومات اللي انت تعرفها عن فرج وبس، هي دي اللي تهمني. يعني يوم ما مات جمال تحت عجلات القطر، ام جمال ومعظم اهل البلد اتهموا فرج بقتله، لانه هو اللي عامل لنفسه الصوره البشعه دي، والدليل على كده ان المحكمه طلعته براءه. اهلا 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 شوت ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. لا مؤاخذة عندي لك ضغط. براحتك يا باشا. وحكاية السور اللي عليه نزاع ان شاء الله المسيح هيفك دقيقتك. اسكت يا فهيم، عايز اسمع ناجي بيقول ايه. مشكلة السور اللي بين ام جمال وفرج مشكلة ممكن تحصل بين اي اتنين من اهل البلد، وعموما المشكلة معروضة قدام القضاء، والكل لازم يحترم كلمة القضاء. واه يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب، عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب، عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب. اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان، بانت بشاير الربيع فوق الغصون الألوان. قلبي يا تايه ورا وهمك، ودع شقاك وقطع حبال همك، وارسم على صفحتك عصفور ووردايا، وزع بشايرك على القلوب واملاها من فرحك. الشر يكوي القلوب والنار يحرقها، والرب يرفع الشعور ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها، وهو يشبع كل اشواقها، يفرد جناحه الكبير والرضا من فوقها، يفرد جناحه الكبير والرضا من فوقها، يفرد جناحه الكبير والرضا من فوقها، يفرد